بعد انهزامه لمرتين متتاليتين على أرضية ميدانه بملبش الأوت بالبرج الأهلي، البرايجي استقبل الباك الذي يصنعه الحدث الإفريقي. البداية كانت بهذه التصويبة من بعيد عن طريق قداشة الذي كان رجل اللقاء حتى ولو أنه لم يسجل أي هدف. كرة على الجهة اليمنى عن طريق قتالي يدخل منطقة العمليات، وتدخل قوي من طرف قائد الفريق الباك بوشينو. بعد ذلك الكرة الثابتة هذه كادت أن تأتي بالجديد بعد تصويبة من غرة، ولكن كان جانبية على مرمى الحارس سيدريك حارس مرمى الأهلي. ليأتي حراري في هذه الهجمة المعاكسة، والكرة القوية يتصدى لها بقوة الحارس سيدريك. بعد ذلك هذه الكرة الثابتة من قداشة الذي يفتح الجهة اليسرى، وفي القائم الثاني جيسون يسجل الهدف الأول لصالح فريق أهلي البرج في الدقيقة 34، والهدف الثاني له منذ بداية الموسم. الشوط الأول انتهى بهدف مقابل صفر، وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني هذه الركنية ورأسية رائعة من قائد الفريق والذي سجل الهدف الثاني، بطل إفريقيا السابق مع وفاق سطيف عروسي، يسجل الهدف الثاني في المباراة والثالث له منذ بداية الموسم. هدفان مقابل صفر لصالح الأهلي أمام بارادو تيتيك الذي لم يتمكن من تقليص الفارق على الأقل فيما تبقى من وقت المباراة، رغم التغييرات التي أجراها تشالو على مستوى التشكيلة، لتنتهي المباراة لصالح الأهلي بهدفين لصفر.